المكان فرن الشباك، الساعة 2:30 إلا 5 بعد الظهر. ميشيل مش متنكر بشي، حامل مايكروفون بإيده وعم بيسأل العالم كيف بيتشوشروا. أقول لكم العالم كيف بيتشوشروا. اليوم عنا حالة في كلمات بيستعملوها العالم، يعني اليوم بتحكي مع حدا بيقول لك فكري مشوشر. شو يعني مشوشر؟ شوشر يعني تروبلي، ما هي تروبلي يعني مش مرتاحة، لا ميل شوز أفير برسي برلا، ونون سيت في هيك الحياة صايرة. كيف بيبقى واقف؟ كيف بيبقى شكله يعني؟ مظبوط هيك منقز مبحبس، كانوا شايف شيء مش مظبوط. مشوشر إما بيحكي لحاله بل بيسيما، إما بيكون معصب هيك لاحظ كيف بالنظر. لا فرجينا كيف حالة المشوشر، يعني كيف؟ أنا بدي أعمل تمثيل هلا؟ لا لا مش تمثيل، بدي تتشوشري شوي. دخيلك تركني مش جاي عبالي اليوم، مشغولة كتير. شو هيك بسرعت فيه؟ قولي يعني اللي عم تعمله أنت؟ حل عني هلا وقت، أنا جاي أتسوق هون، جاي من سوريا لهون، أول امبارح وصلت أنا سورية ولبنانية. عجبه؟ هلا ليه تشوشرتي؟ هالشيء ما قلتش أنت بدك تشوشر. بدك أرجع روح؟ برجع بروح. حالة تشوشر بتدوم معك أو؟ لا ما بتكون معي، أنا كتير رايقة، وأنا وقال كنت من الأول عصبت عليك وقلت لك أنا ما بديك. هلا منك معصبة؟ نو، جو سوي تربيع. وعادة علامات وجهه بتتغير أو لا؟ أكيد. يعني كيف بيكون التعابير تبعه بهالحالة هي بحالة تشوشر؟ أنت بتمثل دور المشوشر، أنت اللي عم تاخذ الدور. ليه؟ انه هيك بتعرفني شو لا بعرفك عم تحتك فيي ولا انا بدي اكون قريب منك لحتى انه يطلع الكلام من القلب لحتى عن جد نعرف شو هو الانسان المشوشر. هذا هو المشوشر، المشوشر مفهوم انه شو انه بيبين من شكله، بيبين من حركاته، بيكون باله مشغول. هذا المشوشر عارف شو هو. ولا مرة تشوشرت؟ لا. في مرة حدا شوشر؟ لا. أنت شوشرت حد؟ لا. طب علامة تشوشر ولا وين ربينت عليه؟ بلا مبين لاحظ على العالم. كم مرة بتتشوشر؟ ما بشوشر. أول شوشورة أي ساعة، وثاني شوشورة، وثالث شوشورة؟ ولا مرة. ولا مرة بتتشوشر؟ مرة. يا الله، مش عارف شو بدي أعمل اليوم. بشتغل بالبيت. يا الله أقولكم بروح اليوم على الشغل، بروح اليوم على ورد الصبي لشو؟ لا يلا هلا بروح. يعني بتردد الإنسان. ضايق. شو هالحالة هيدا؟ يا الله شو بدي أعمل اليوم؟ ضايق ساعة بقول بدي أعمل هيك، ساعة بقول شو بعمل أول؟ يا الله يا الله اليوم هالنهار هيدا، شو هيدا؟ مش عارف شو بدي أعمل، ضايعة. برتب البيت كنيز لشو هتا أخذ الصبع على المدرسة. لا يلا بكرة أحلى. إنه مشوشر مثلاً بكون هيك. شو هيدي عملت هالمرة هيك؟ لحظة ولد بيك هيك مبين عليك مشوشر أكتر. يلا لا فرجينا بس كيف الشوشرة. يلا ناكل الأكلات أنا وابني اليوم. ها خلاص يلا أنا بكلهم من هالجمعة كلها بلا ما أطبخ. يلا مش عارفة ساعديني يعني شو بدي أعمل. أنت بتعرفي شو الشوشرة؟ لا. يعني الإنسان المشوشر إذا شفتيه بتعرفي إنه هيدا إنسان مشوشر؟ شو مشوشر يعني؟ هيدا سؤال بده دراسة نفسية. خلص يلا منروح اليوم. لا يلا بكرة أحلى. إيه بخلك بكرة. هيدا علامات التشوشرة؟ إيه نعم. تشوشرتي كفاية؟ ده بتحطي علامة لك. أكبر مشوشرة معنا اليوم حضرتك ربحت اللقب. شو ربحت؟ تشوشر. عن جد؟ المشوشرة الأولى يعني.